السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول فلان خدنا هنا زي بارتو دو لو موند وو زيت. الموضوع اللي غادي نتكلم عليه اليوم هو موضوع يعني في غاية الأهمية، لأنه يتعلق بالتاريخ، بالتاريخ اللي هو مفروض يكون في صالح الشعب، لكن بطريقة ما حاولوا يتلاعبوا به وغيره. لكن فيه ناس عاهدت نفسها أنها تقول الحقيقة، وهذا كلفها الكثير، كلفهم الكثير. نتكلم على هذه الشخصية فذة يعني، اللي هي بن يوسف ملوك، الرجل المجاهد الذي اشتغل في وزارة العدل، وكان له بملفات، كان في يده يعني ملفات من صنعتهم فرنسا كقضاة، رغم لم يكن لهم تعليم، لكن فرنسا أرادتهم أن يكونوا قضاة. كيف تتحكم يعني، هذه كانت الطريقة كيف تتحكم في الجزائر بالقضاء. بالقضاء دائما نقولكم القضاء هو المشكلة في الجزائر، مشكلة، لأن البلد الذي ليس فيه قانون أو يتبع للحاكم الظالم للنظام لن تكون فيه ديمقراطية. يعني ماذا؟ يعني هذا البلد لا تستطيع أن تقول عنه أنه بلد ديمقراطي أو سيتقدم يعني في المستقبل القريب. لماذا؟ لأن تتحكم في أجهزة ظالمة، ما تعملش بس يستفاد من الشعب هذاك، باش يكون ليه مستقبل ظاهر يعني تسود فيه العدالة والحقوق. ولما تكون الحقوق والعدالة موجودة في طرف في وسط الشعب وفي حكامه، يعني يتقدم البلد أوتوماتيكمون. لأن لماذا نقوله احنا القانون يمنع التزوير، يمنع السرقة، يمنع الفساد، يمنع يعني تضييع الوقت، هذو هما القانون. لهذو اللي يفرضهم القانون، انك تشتغل، انك ما تسرقش، انك ما تنهبش، ما تكذبش على انسان، ما تدعيش على انسان، ما ينحقرش الشعب، هذا هي دولة القانون. لذا نقول لكم احنا دائما لازم محاربة الاجهزة اللي تخدم في النظام هذا، وهي الفاسدة أصلا، فاسدة، وهي اللي تحكم على أبناء الشعب الباري وتدخلوا السجون. دائما يشيفوا مانيفاستي كونتر لانجستيس كي اكزيست دون ليز انستانس جوديسيير. هذا هو اللي مقصود. في نرجع لقضية أخونا أخ المجاهد بن يوسف، يا يوسف ملوك، بن يوسف ملوك، نقول فيه حاجة، لماذا لم يدافع عن هذا المحامي اللي كنت تشوفوا فيه؟ محامين هذو مشهورين، نقول لكم على par exemple un bon exemple عسول، maître عسول qui se prétend être un maître. Alors tu es un avocat pour qui? L'avocat des pauvres ou l'avocat des généraux? C'est un exemple vivant. Maintenant, je suis né à ce qu'il y a un comme là. Je suis dit que comme d'une façon ou d'une autre. Qui était Havi Assoul? C'était un juge. Un juge, même les années 90, juger les gens avec une cagoule. Qui m'a coulé les juges avec une cagoule? Ils craignent le peuple. Les noms valent le peuple. Qui était ce juge-là? Comme chacun, ou l'aide Harka, ou l'aide Frouchata, les pieds blancs. Je dis bien les bâtards des pieds blancs. Chez Yemenon. ندوروها سيدي هي مش منهم، ندوروها مش منهم. علاه ما تدافعش على يوسف بن ملوك؟ بن يوسف بن ملوك
على ما تدافعش عليه، مشي صاحب حق. ولادهم ولادهم سي زونفون كي سون دي زونفون منعوهم القرايه، ils n'ont pas droit à l'éducation parce que là يعرفوا التاريخ، التاريخ معلم معلمهم بوهم. واذا كان قراو ils sont arrivés un jour à devenir des magistrats ils vont juger هادو لي جون السول سي بور سا يمنعهم انهم يقراو كي كونتينيو لور زيتود. يمنعو مرتو مالغري ستين كادر لانها تجيب له الكسره، هو اصبح بدون شغل بدون عمل بدون نغتخات افيك ريان يفال ليزولي باغي يموت غوت ا غوت باغي يموت ا بتي فو. لكن التاريخ ما ينساكش بسيو بن يوسف انك كنت راجل في بلاد نقصوا فيها الرجاله، في بلاد رجعوا قضاء فيها كله فاسد كلهم خوانة كلهم ولاد حركة ومساندين النظام، لأن النظام أصلا يعرفهم باللي ولاد حركة. لماذا لم تدافع على هذا الإنسان؟ ألم يكن إنسان شريف وهو أشرف من كلكم، كلكم كقضاة، كلكم كوزارة، من كلكم كحكومات، من كلكم كرؤساء، من كلكم كأركان العساكر، أنكم كلكم ولاد حركة. لذا أنت ما تحبوش هذا الإنسان، تحبوش هذا الإنسان يعرف ماضيكم وما بغيتوش تقروا تا ولادو، لأنهم ممكن في يوم يوصلوا لأنهم أذكياء كي والدهم ويعرفوا الحقيقة. مع كثير من أبناء الشعب يعرفوا حقيقتكم، لذا تريدون يعني إسكاته، تبغوا تطمسوه تبلعوا له فمه. يا ربي الكسره ويلحقها الآن، سي بيان دوماج، سي بيان دوماج. هذا فيما يخص مسيو بن ملوك، الله يرزقك ويعطيك الصحة، وأنك ثبتت أنك راجل وابن راجل، ولا تخاف من أي شيء، ما خفت لا من بومدين لا من عزرين بن بلال لا من عزرين أي حزران. ستوس دي صالون دي فوندو مبيوعين، مبيوعين السيادة من فرنسا ومفعلها. الآن وما يعطوش الحق، ما تدافعش عليه، هذه عسول ما تدافعش عليه، اللي هي بنت النظام، بنت النظام الحركي. هذا لو نحوسوا فيها هي نصوبها بنت حركي. وهذا الوزراء والجنرالات ما يوصلش منهم لو يكون إنسان مواطن، لو يكون إنسان مواطن يتحال معاش ما يكملش حتى 50 سنة في الشغل ويتحال على المعاش، يا إما يسجن أي طريقة يدبروا له على ينفذوا يطبقوا له على كش حجة تهمة، يا إما يهجر يا إما يقتل. هذو هما الرجال يموتوا، بس هذو اللي عم يموتوا هذو اللي ماتوا سيدي سالوبار بيناتهم خداعين، هما أصلا خداعين ومادام دي مارسيونار وخداعين بيناتهم دي فوايو يتقاتلوا بيناتهم. لذا يعني هذا باش نعرف شكون هذا اللي كانوا قبل دي جوج ولوا محامين وما يدافعوش الإنسان البريء، إنسان لا صاحب قضية شعب، مشي فقط قضيته هو في قضية الشعب، أنه يظهر من هذا القضاة، من صنعهم، أولادهم اللي راهم كذلك دي جوج، وهي بنت أبي عسود منهم. لذا لن تدافع على هذا الرجل الشريف لأنها بنت النظام. فلذا الإنسان ما يطيحش في الغلط ويروح يشاركهم في الحكم ولا تأيدوهم هذا التلاعب على الشعب اللي بغي يديروا لكم تشريعات، هذا كل شيء خداع. هذا اللي بيت نقوله في هذا الموضوع، لأنه كان تكلمت وأنا مع أخ أحمد في هذا الموضوع اللي بيت نظهر فيه
هاي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرصة سعيدة إن شاء الله. السلام عليكم.